السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم في يوم السبت السعيد بالنسبة لي. لا، ما تدخلون الدجاج في المسرح نهائيا، يعني تجلسون اليوم كذا من رياليتي. اوكي، طبعا انا بالنسبة لي ترى يوم السبت انا بالنسبة لي سعيد جدا. انا ما ادري عن المتسابقين، بس بالنسبة لي وبالنسبة لبعض وبالنسبة للفريق العمل هو يوم السبت السعيد، صح يا بابا؟ من اللي طاردهم ورا؟ انا في احد، في واحد ظريف صح ورا. من هو؟ من السويدين؟ اوكي، متسابق. طيب انا اشوف قاعد الشباب ما شاء الله تبارك الله قاعد مستعدين اجمل الاستعداد. ترى اقول لكم حاجه، تدرون يوم بديت فقرتنا بدوا الشباب ما تدخله عندنا، ابغى بالله يصور صور. شفت كيف؟ رياليتي في المسرح، رياليتي في العرض الاخير. احس لو جو الولد وشافوا المنظر هذا بينصدمون، بيجيهم صدمه عاطفيه على فكره. ايه في تصوير يا حبيبي، ايش فيكم انتوا؟ ايش؟ من اللي قال لك امسك الدجاج؟ ايش فيه؟ منيب مشغل السبيكرات، انت يدرون احنا على الهواء ولا ما يدرون؟ ايش السالفه؟ والله رياليتي يدرون يا سحس يا احلى مخرج. طيب نشوف ورانا. طبعا الشباب انا اول مره ترى، استعدادات قائمة، عندنا مهندس الإضاءة، مهندس الإضاءة العب شوية بالإضاءة تكفى، أبغى أنبسط. شكلها خربت، يلا العب بالإضاءة شوي. أيوه يا سلام، إي يا شيخ كذا ممتاز يا أخي، وطفلي هذه اللمبة العالية شوية شوف. مبسوط جدا والله يا بابا، الله يعطيك العافية يا مهندس. نروح نشوف شباب استعداداتهم. طبعا هنا احمد طحامي بكاميرته باللابتوب، قسما بالله من يوم ما جاء فقرتي ليومك هذا ما نزل لي ولا صوره، ما ندري وين الصور تختفي، انا ما ادري. السلام عليكم، مساء الخير، مساء الاحساس والطيبه. احمد رحيم، اكثر واحد اقابلك يوم السبت. الله يسلمك، هذا شرف كبير بالنسبه لي، شرف لي، الله يسعدك. يوم السبت هذا بالنسبه لي جميل جدا وانا من محبينه. ويكفي لنا مقابلة معك يا أستاذ نواف، هذا أكبر شرف. سم يمين. طيب أوكي، تفضل تفضل، هنا عند الإضاءة. يا سلام، وش قصتك كنت معي يوم السبت؟ قصتي أنا ويوم السبت، طال عمرك، حب كبير بيني وبين يوم السبت، وخصوصا البرايم. سياف والله ما عاد نسمع شيء، اسحبوا على الدجاج، خلوا الدجاج، والله ما عاد اسمع، صدق انا ما عاد اسمع. ايوه كمل، معلش يا احمد قاطعناكم، بس دجاجكم ايش نسوي؟ يا هالدجاج هذه شغلتنا يا اخوي، شلها يا اخوك. خلاص انا اللي اتكلم، تفضل احمد. احمد نهي الطريقة هذه، احمد حبيبي. لا 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 احمد يكفي التوتر يوم السبت، توتر اعوذ بالله. احمد ليش تبغى تكون يوم السبت كذا؟ ليش؟ والله شوف يا صدق، والله الصدق، والله العظيم اني ما عمري جربت لذة اني اجي يوم السبت وانا مرتاح حلو، لكن الحمد لله هذه ترى حاجة حلوة تخليك. الحاجة الحلوة انك تتعب محبينك. محبيني دائم امتحهم طال عمرك بالمسرح. يحبوا يعني، انت قصدك يحبون الشقة؟ الشقة يا لا لا ان شاء الله ما هم قصرين معي، هم يدرون اني ادي، لكن في النهاية أوتسايد، يعني أتوقع أني مرات أظلم ومرات أنظلم، ولكن الحمد لله على كل حال. وهذه المرة ظلموك؟ المرة ذي ترى صدقت بالصدقات، المرة ذي إجباري، شف دخلوا ناس فل نقاط معنا. اللي هم مين؟ شليهيب. من هو؟ شليهيب. ريان. ريان كم معك نقطة؟ محم بس خلاص. طيب كيف استعداداتكم اليوم؟ وش دوركم المسرح اليوم؟ وش راح تسوون؟ لكل يا عيال عطم، لا تضغطون عليه، اي صدق لا تضغطون عليه، خلوا تفضل. لا لك المايك تفضل. يا عيال ما عليكم يا رجيل، احنا الاول الله يرضى لي عليكم انتم. نعم. هذا المسرحيه ان شاء الله راح تبين لكم باذن الله بالشكل اللي قاعدين نشوفه احنا، والله يوفقنا ويكتب لنا التوفيق وراجع لكم. وراجع لكم ان شاء الله باذن الله، هذا ما فيها كلام ذي ان شاء الله، مره ما فيها كلام. انت يلا بالتوفيق يا احمد.
مبسوط مبسوط انت ابو مني معك اللي ما طلع؟ انا وبهاج وسلطان. اي انت بهاج وسلطان مبسوطين؟ اي مروقين مستانسين، لكن ننقل هم العيال اللي بالاوت سايد الله يشفيهم ان شاء الله ويعافيهم مما ابتلوا فيه. نحاول نقدم كل شيء لهم عشان ما يلحقونا. وش اللي بتقدم كل شيء لهم؟ نعيش الدور بالتمثيل، نعيش الدور ونعيش اننا اني انا بطلع من البرنامج. حلو. ايه عشان كذا. يا سلام يا اخي يا سلام. لازم كذا. جبر الخواطر. انا ماني دايم لهم، اعلمهم دائما اقول عيش الدور بس ما بعضهم. انا دائما اشوف كل يوم اجي واشوفه كل يوم تعلم. والله مشكله تعبت انا اعلمهم صراحه. الله يعطيك العافيه. ريان. لا اسمع ريان معي. انا بجيك. انا المقدم صح نسيت اسف. انا المقدم. اسف والله. انت متسابق. صح والله انا مجرد متسابق. يعني بس تخلص دورك اللي صح. الله يبارك. الله يخليك يسعدك يا الله يخليك شاء الله. نواف عبد الله. أول شيء أخذ مين؟ اسمي ولا أنت؟ أهلا حياك الله يا اسمي. نواف مصور مقطع، والله لو في كاميرا تجيب المقطع اللي أنا مصوره بوريهم. أي مقطع؟ كذا بداية برفات قاعد تحفظ وتدور هنا. أنت متوتر مرة. لا جالس أحفظ غرض. وأنا صورتك على فكرة. أمانة. الله يسامحك. وش التوتر اللي عايشه؟ ما بتوتر والله ما بتوتر بس إني جالس أحفظ. لا والله توتر. النوع اللي إذا جيت أحافظ أسوي زي كذا. وش المسؤولية؟ عليه مسؤولية أكثر واحد. يعني دوره قوي اليوم؟ دوره قوي. نقول إن شاء الله يعني. إن شاء الله إني حزين. طيب لو فشلت في هذا الدور؟ والله إني أتمنى ما أفشل، مو بعشاني أنا والله، ما غير عشان أخوياي. طيب يمكن عشانك أنت تطلع. تخيل باقي أسبوع تطلع. يا ساتر. أوه ماي جاد، يا رجال الخير في مختار الله. يعني مرة ما بتود. والله الحمد لله. تسوي إنك ما تتوتر. لا والله مو بعمل متوتر أنا والله، أنا صدق ماشي إلا هم الارتجالي فقط لا غير. إيش؟ ولا الباقي. الهم إيش؟ ما اشيل الا الارتجالي بس ولا الباقي مشي. احس انك بتقول ما اشيل هم الا الدجاج. الدجاج انت الدجاج اثر فيك و اي مزعجنا والله العظيم ما خلاني اركز بسواليفك. يا رجال عوافي انا راح اشيل ضاحي. عليك يا ضاحي. طيب توقعتك نواف من بيطلع اليوم؟ والله شوف هم بين اثنين الصد. لا بين 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 ثلاثة. من هم؟ انا ولا سياف ولا عبد الله؟ انا اقول ولا شريهيب. لا ريان. ريان لا ريان ما اتوقع. انا بالنسبه لي انا ما اتوقع. في موقف صار اليوم قلت ريان. انت عبد الله الله يرحم اهلك لا تتوقع. اسال احمد. يا ولد سبحان الله والله انا صرت اعرف من بيطلع. ليش من وجيههم. والله اني صرت اعرف ان بعض العيال اذا جاء بيطلع اعرف كيف من شكليته تعامله معنا. تعرف الشخص اللي جاء بيموت نفسي كذا والله العظيم. تعال استاذ نواف تاخذ اغراضك. شوف تفر من اليوم حالتك حاله. ايش فيك؟ ما في شيء متوتر يا اخي وحالتي حاله. تقول كلمه تقول نواف التميم. كلمه اقول نواف التميمي اقول لن تصبح احمد الحيم. تسمع؟ هلا بعبد الله. وش الكاركتر الحرجات الحلوه اللي قاعد نشوفها؟ شكل دورك اليوم تبدأ فيه ولا بس كاركتر بس شكل؟ لا كاركتر وفعل. نشوف فعل يعني؟ الله كاركترين مو واحد. هذا بداية المشهد، المشهد الثاني كاركتر ثاني. ما شاء الله تبارك الرحمن. أوه أستاذ نواف تميمي. هلا والله أستاذ نواف تميمي. كيف اللي البرايم اللي بتشوفه اليوم؟ إيه أخوياك يبغونك بس هو يبغى يسولف. عطيت المايك يا أخي شيكم عليه. والله العظيم إني متوتر أنا متوتر. شفت؟ انا قاعد انتظر المجموعه الثانيه ترى قاعد اسولف. المجموعه الثانيه وينهم؟ المجموعه الثالثه وينهم؟ اتمنى انهم يجون. طيب ابغى اشوفهم انا. ريان كيف امورك؟ ريان ايش رايك نجلس على الكرسي انا وياك نغير جو شوي؟ سرير ايش؟ تفضل سرير. ما حد سمع الله يسعدك تفضل بس. طيب بص الحركه دي. عيال انا بختار نواف وانت تشتغلوا ها؟ ريان انت انا اقول انت ما فيك ما يعني ما عليك خوف اداء المسرح. يعني انا داخليا ما اتوقع انك تطلع اليوم. والله انا اتمنى اني ما اطلع ولا ان شاء الله اني راح ما راح اطلع باذن الله يعني ما تنام. وان طلعت في هذه خيره الله كتبها لي ومكتوب نمشي فيه كلنا. بس تراك تطلع في اخر اسبوع كذا تقريبا اخر اسبوع يعني مو بشيء يعني يضغطك شوي داخليا؟ والله شوف هو يضغط داخليا لكن هذه سياسه مسابقه. الحلقه بدات تضيق اخويانا بدا يقولون
عشان زي كذا لابد ان الجميع يمر في مرحلة الاوتسايد. ريان دخل اوتسايد ان طلعت فانا من ضمن مسابقة وخير ربي كتبها لي، يمكن يوصل للنهاية طال عمرك ما ادي الشيء اللي انا ابغاه. مستجداتكم اليوم انت مع الشباب اليوم؟ اي اليوم تيمنا ما شاء الله العظيم احمد رحيم عبد الرشليب نواف ضاحي نادلي ابو نايف. يا ابو نايف خلي المكالمات عنك يا اخوي، تعال 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 تعال. طيب تقول لي جاهز مع الشباب مستعدين ايش دورك انت؟ انا دوري ما اقدر اصرح فيه. يا اخي خفوا علينا لا تسوون فيها يا اخي. وش دورك نواف؟ ترى احنا تدري ان الفكره هذه دارسينها لنا 4 ايام بيننا بين وعايشين في غموض. انت تقتل غموضنا كذا يا ابو. بس عادي يعني تبغى تشوف مشهدي؟ مشهدي راح يكون دكتور ان شاء الله. طيب ممكن بعد اذنك يعني خلص لقاء معنا اللي ابو نايف هنا نبغى يعني نستاخذ منه اكثر من سؤال يعني حبذا. اي تدري ان هذا نوع من انواع الشغف الاداره انها تجي تشرف على البروفات على المسار. شوف شوف شوف, شوف يا اخي لا ترفع فيه توه جاي من بيتهم يا ريان توه جاي من بيتهم على انه يكلمه مشغول خليه يجلس. تفضل يا ابو نايف احتاجك. ابغى الممتاز حلو ما في وشوش كذا. الكادر ممتاز اذا مو ممتاز عادي نغير الكادر ترى يا غالي. انا بلف لك كذا شوي عشان ناخذ منك اكثر من استفسار. طيب ابو نايف كيف امورك؟ اموري طيبه الحمد لله. ابو نايف انا ماني بسالك عن استعداداتكم القادمه اللي هو الحفل النهائي، انا بسالك البرنامج القادم. البرنامج القادم شغالين فيه على قدم وساق لن اكشف اي ورقه من الاوراق عشان ما يخصم علي زياد الشهري. مستحيل يعني اسالك كيف تبغاني اصرح وزياد الشهري يعني هو اللي عند الاوراق. بس اكيد انك انت معاه بالفتره الماضيه يعني اكيد انك يعني عندك الاوراق كامله. طيب انا اسمع في صوت ديك ما ادري هو مخنوق ولا مزعجنا من اليوم مزعجنا والله. طيب اروح اتفاهم معه؟ لا خليك انا محتاجك اسئله. لا محتاجك. شو تبغى تهرب؟ شو تتهرب من الاسئله؟ لا خله ما عليك في ناس يحافظون عليه الله يحفظك ويطول بعمرك. طيب ممكن تكشف لي طيب مين المتسابقين راح تكونوا موجودين في البرنامج القادم؟ هل ممكن تكشف لي كم اسم؟ طيب هل من الممكن اني اعبر لك عن اعجابي واحترامي وتقديري لشخصك كريم؟ يعني استاذ نواف انت من القامات الاعلاميه اللي نفتخر فيها دائما وابدا الله يسلمك. وعطني سؤال غيره. اي بس لا تحاول تهرب ابو نايف. انا ابغى احاول اصيد منك معلومه حصريه يا اخي. فقرتي ادور حصريات ترى. طيب شوف يا حبيبي بخصوص البرنامج القادم فشغالين فيه على قدم وساق. تم الاعلان عن الرقم وبشرك اللهم لك الحمد لك شكر المقاطع وصلت بعدد كبير جدا. يعني بدوا في ناس يقولون تكفون ضبطونا من هنا ومن هنا لكن احنا نلتزم ونتقيد بالتعاليم. في لجنه تحكيم ان شاء الله راح تكون قائمه على اختيارات المتسابقين. البرنامج راح يكون فيه فتره يعني ما بين البرنامج هذا والبرنامج القادم. استعدادات ما صعب اني انا اعطي تاريخ او صعب اني اعطي وقت، وبالنهايه احنا مرتبطين في ديكورات ومرتبطين في لجنه تحكيم واسماء متسابقين وغيرها يعني. لكن ان شاء الله ان برنامج باذن الله انه راح يعجب الجميع باذن الله. التصفيات متى راح تبدا؟ مقابلات لجنه التحكيم قريبا وجدا يعني ممكن نقول من بكره قريبا بدون ما اعلن اليوم قريبا ولا الساعه قريبا. طيب اوكي في سؤال مهم جدا والله العظيم ناس كثير تسال هذا السؤال، في احد المتسابقين راح تكون موجود في او عفوا متواجد في البرنامج القادم؟ شوف اني اصرح باسماء الان صعب وهم لا زالوا متسابقين، لكن تأكد أن العين قد صارت على 2-3 منهم. أوه يعني في 2 بشكل مؤكد وفي برضو كمان غيرهم أكيد. يعني الآن بشكل مؤكد 2-3. شوف يا نواف حبيبي لا هم يسوون بروفات حسبي أحمد رحيم أذنه هنا يبغى يتأكد حسبي هاوشني. شوف نواف دائما في المجال الإعلامي أنت تختار المقدم بناء على الفكرة الموجودة، فالآن الأفكار لا زالت جلسة تنضج، فممكن الثلاث أشخاص اللي موجودين الآن الفكرة إذا نضجت نشوف متسابق ثاني مختلف يناسب الفكرة يناسب الفقرة هذه يخدمها أكثر من المتسابق الأول اللي اخترناه. لكن عموما العين ترى على 3 إلى الآن. 3 جاهزين؟ 3 إن شاء الله جاهزين. أعطيتهم الخبر ولا بتعلنون بعد؟ طبعا مستحيل نبلغ عبد الله شليهيب ويقول أنت واحد منهم. بس على اللوك اللي مسويه ومستحيل أبلغ سياف. لا طبعا مستحيل انهم يبلغون الحين وهم لا زالوا في منافسه ومتسابق لا زال حته متسابق طبعا. لكن ارجع واقول انا اعبر لك عن اعجابي وتقديري واحترامي لشخصك الكريم استاذ نواف والله يوفقك يا رب العالمين. طيب عمرك بس ايش جوالك مقفل؟ انا محول جوالي بس لا تعلم احد. عشان كذا ما تبغى ترد علينا. الله يعطيك العافيه ابو نايف شكرا لك على اجاباتك والله اني تمنيت انك تجاوب اكثر واكثر لكن ما بليد حيله يا بعض حاولنا نجيب حصريات لك بس ما قدرنا يا بعض. سياف كيف امورك؟ مزعلك؟ لا
لا خلص امورك عادي. لا مزعلك صدق؟ لا بالعكس اليوم يا زينو. كلهم اليوم يا زينو، اليوم اشوفك مبسوط غريب. ليش؟ في العاده جايك معصب. نواف خلصنا. جيت وهم قاعدين يشتغلوا بصراحه. شطار اليوم. اي ما شاء الله عليهم والله. الله يحفظهم. سياف كيف الامور؟ مرحبا ومساء واحد. تطلع ولا جالس ولا؟ انا ما جيت عشان براي، ما جيت اخذ المركز الاول واوقف فيه. خوفي والله. والله خوفي. وقف اليوم. خوفي يقصون ذا المقطع. عادي يقصونه هو مباشر صح؟ لا ايش رايك هذا تسجيل؟ اي مباشر. ما شاء الله خلاص شكرا. سلم على الاهل والاخوان والجيران. الله يمسيكم بالخير يا اهلي و ربعي وخوالي وأصبيان بالحارث، من ولي ترجي للإمارات إلقيا إلى اليمن. ودعوا لي الله. نعم. ودعوا النواف إن الله يرزقه بمحتوى وأبو معاذ ولا تنسوا. ليش محتوى؟ ليش ما عندي محتوى يعني؟ أنت ما معك إلا تمسكنا قبل إبراهيم. وش سوي هذا؟ أنتوا محتواي. تدري إن أنا أشتاق لك. الله يطول بعمرك. لا تكذب. حنا نكره إبراهيم ونحب شوفك، فاجتمعت يوم السبت فصرنا نحب اللي نكره. حلو والله، عجبتني الجملة. والله بس ايش عندك تطرد الدجاج؟ حلو بدينا نصيد. هذا عندي محتوى جديد خالد. لا عندي خالد محتوى. هلا وسهلا. هلا وسهلا استاذ علاء. استاذ خالد اصيدك. اصيدك. خلينا نشوف الكاميرا. علاء طبعا انت ممدوح من غيري طال عمرك. سياف يا حبيبي شيخ الشباب والله. وش الحمد على السلامة. تأخرت الرحلة. تأخرت الرحلة والطيار اللي عندنا جاية داش علينا. تأخرت الرحلة فعلا الساعة 5:30 بعد 7. ايه ده انت. لا انزل. طيب في النص تعالوا هنا في النص عشان يضاعل. يلا ابغاكم كذا تكون الله يطول بعمرك. استاذ علاء تعال شوي ما تروح تخلينا. طبعا على قولتهم هلا يعلو يا حبيبي. فاقد اخر حلقتين خلاص يا علاء. فاقد اشياء كثيره. تعب يا علاء والله انا بتضايق من النهايات. اي والله ما بحبهاش. ما احب الوداع خالص. دائما على اللقاء. من اللي عليك؟ ما بسلمش على حد. من اللي عليك؟ ما بسلمش على حد ارجوكم. صح. يعني ان شاء الله ربنا يجمعنا تاني. كم مره صادفناك ببيروت؟ في لندن. في الكويت. ما بقري. لا ما بسلمش على حد خالص. وداع ما بحبش خالص. ايه بس اقول له يعني مع السلامه اشوفك على خير. اشوفك على خير ان شاء الله. الله. كيف استعداداتكم اليوم؟ اوه طبعا اليوم بيودعنا واحد على نهايه البرنامج. طبعا المشكله ان اللي بيروح عزيز على قلبي. تعرف من هو ولا؟ موجود قاعد يخزني الحين. موجود قاعد يخزني. في واحد هيخرج النهارده انا عارفه. في واحد هيودع النهارده انا عارفه. ايه سيب. بلحية صغيرة كده شنب وغطرة حمراء وعجال ومعاه إزازة مية. عليك يبقى أنت الفائز الأول. أنت الفائز الأول. طيب كيف الأمور؟ الأمور تمام وبشرك. الأمور طيبة وجينا على الخطوط الجوية السعودية الجميلة مولعين الدنيا. واليوم إن شاء الله راح خير. راح نودع واحد من الناس المهمين. والله هنزعل. عاد حبيبي. طب الان تقريبا في اخر الاسابيع. ممتاز. استاذ خالد انت جيت في اول الاسابيع. هل تشوف فعلا في تغير؟ تشوف انه وصلوا التغير 80% 90% او انه تقول لا انه تقريبا 50% او تقول لا يوجد تغير نهائيا؟ لا مو 80 وصلوا 70 طبعا مع التقصير طبعا مع المخرج ومع الستاف الاخراج. والتقصير الثاني في نفسهم وهذا أول واحد مقصر بنفسه. مرة ياخذ بطولة ويطلع فوق ومرة تلقاه متوفي. صرح. أعطني المايك. أنا أوعدك اليوم. دقيقة خلي يسلم. مالك بسمع. لازم أطالع هي. أنا أوعدك اليوم أن توقف. هاي أبو الوليد توقف تصفق لي أنا والشخص هذا. أنا أصفق لك من غير شيء. تفضل تعال جنبي. تعال تفضل المخرج. الأسبوع هذا الشباب يعني الموضوع كله ارتجال في ارتجال. المسرحيات 3 ارتجال وفي أفكار مرة حلوة. في شغل من الشباب اجتهدوا فيه وطلعوا بأشكال حلوة. اللي أنا سويته أشرفت عليهم في موضوع كيف دخولهم وخروجهم وحركتهم والأمور هذه كلها بحيث أنها تتربط المسرحية وتصير مشدودة. فاللي حتشوفوا اليوم الشباب مختلفين تماما. لا أفكار حلوة بالعكس. وكل لا ما هو الأفكار ارتجال بس اللي اشتغلوا بروفات عليه. الأفكار من الشباب يعني مو إنه جات فكرة من برا ولا أنا أعطيتهم فكرة.
سياف وحمد عندهم فكرة. لا هذا حمد وسياف، والفكرة الأولى المسرحية الأولى سلطان وعبد الله الشهراني، والمسرحية الثانية أحمد رحيم، هذه أفكارهم. في قصة، في أحداث حلوة، في أشياء يعني، في ربطة حلوة. يعني توعدنا اليوم راح يكون شغل مختلف إن شاء الله بإذن الله. لا لا، أفكار الشباب مجتهدين والله بالأفكار أمانة يعني. أحمد رحيم صراحة إيه، ومسعود عنده فكرة. مسعود بيتهم. مسعود. مسعود بيتهم. مسعود بالله عليك. يا مسعود. لا طلع الله يسعدك. مش بيتهم، في بيتهم نايم. راح نشوفه يوم الثلاثاء. إيه نايم. راح نشوفه يوم الثلاثاء في الحفل النهائي. يوم الثلاثاء راح نشوف كل اللي طلعوا إن شاء الله. سلم عليهم واحد واحد. أبو حميد تبي تقول شيء؟ إيه الله يمسيكم بالخير. اولا حياك الله اخوي نواف، شكرا قناه الواقع، شكرا برنامج سكريبت، اعطوا الخباز خبز على ما قالوا، اعطوا الخباز خبز خبزه عيش، ولو كان نص جابوا لنا نجوم المسرح عشان يقيمون المسرح. ما شاء الله ربنا عليك. هذا الكلام اللي انت نجم من غير شيء حبيبي. حبيبي الله يكرمك، الله يكرمك. بس أتمنى الله يطول أعماركم في الارتجال يزودون الوقت، لأن يبيدنا وقت نفكر. صح. إيه. لا دائما أخذ الارتجال أجلس هنا أبي أبدأ. خلني أقول لك شيء، في فكرة ممكن لها ارتجال ربع ساعة بس لا تمطها، تصير عاد تموت شوية حسب أنت تشوف الدنيا، تعرف هني متى توقف متى تكمل. تدرون إن أكبر فوز نحن نتدرب قدامكم، هذا أكبر. بعطيك الدرجة الكاملة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ماما. ماما حلوة. أولا أنا مش عارف أقول حاجة خالص بعد الرجل اللي داخل علينا جاي هناك ده، فأنا بعتذر عن أي جمل لحد ما أفهم ده إيه اللي جاي. الله يعطيكم العافية، تشرفنا فيكم كثير. نباكم لا تحرق الفيلم علينا، هتشوفوا اللي داخل علينا. نباكم تشرفونا في اماكنكم جايكم الان. عبد الله، عبد الله لا تناظر، لا تناظر بس عطني كيف استعدادات. كم لحد يشوفني هذا؟ كيف استعدادات؟ زي الفل. ما تبغى توريهم؟ لا لا ما راح نوريهم، هذه كاركترات مفاجاه لهم باذن الله. تشويق، عرفت نسمع بالتشويق احنا. كيف استعدادات؟ زي الفل. بتشوفون مسرحيه ما قد شفتوها في أي برنامج واقعي. طيب بتسمع اليوم بكل حب؟ هو بكل حب دائما أسمعها. قصد لك اللي أنا إن شاء الله. لا حسب تقول إن شاء الله. إيه لا لا، مين اللي يتمنى يطلع من سكريبت؟ ريحتك معجون والله. إيوة خلاص فرش أسناني ترى. لا ما تفرش. غلط مكان. والله غلط. طيب الشباب هنا تسمعوني ولا ما أنا مدري. طيب ما عند ما أسمع شيء من الربيز كذا. يا باضة شكرا لك يا باضة، الله يعطيك العافية. كل يوم سبت أقول لك الله يعطيك العافية إنك تتعب شايل الكاميرا فوق كتفك وتلحقني من مكان لمكان وتختار لي الزوايا الجميلة. شكرا لك، شكرا لفريق الإخراج اللي معاك سحس والشباب، شكرا لعمونيب مهندس الصوت، شكرا مهندس الإضاءة اللي معنا، شكرا للمخرجين جميعا، شكرا لعبد الرحمن مصورنا الكبير. من بعد عطوني أسامي، وخالد وزياد شهري وناصر الحربي والإدارة ورئيس مجلس إدارة عبد الله منيب، كل الشباب والله كل الشباب شكرا لكم. الشكر دائما اقولها واكرر لا يوفيهم، لان فعلا يتعبون 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 خلف وابو فكري في الانتاج. من بعد تبي خلاص. المهم كل الشباب اللي يشتغلون في خلف في الكواليس خلف البث دائما يتعبون جدا 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 عشان تناظرون لي على الشاشه، تناظرون متسابقين بشكل جميل، تناظرون مقدمين بشكل جميل. لذلك انا لازم اخصص وقت بسيط جدا لشكرهم، فهم يستاهلون. اولهم اباضه شكرا لكم، الله يعطيكم العافية بإذن الله أن يكون يوم سبت ممتع لكم بدون يعني شدة أعصاب. نلقاكم بإذن الله يوم السبت القادم في العرض الأخير إن شاء الله. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.